قص انشاء المجلس القومي انشئ ليه؟ وانا ضد دستور 2014 بالكامل. يعني ايه؟ انا ضد دستور 2014 بالكامل. ضده ازاي يعني؟ لانه في حاجات اللي ما بيعترفش بالدستور يا فندم الدستور وما بيعترفش. مش هتعترف بالدستور؟ مش لا قصدي ايه النقطة؟ يعني انت صادر على رأيي؟ صادر على رأيك، لا الدستور ما فيش فيه كلام. الدستور يا بيه. لا يا فندم. الدستور فيه مواد قابلة للانفجار. الدستور وعلى مجلس النواب لما تقول بتكلم بتعديل الدستور. ضد إرادة 30/6. ها؟ ضد إرادة 30/6. لا يا بيه، لا ولا تهددني ولا تقول لي. لا أهددك. لا يا بيه. لا يا بيه. لا مين اللي قال لك؟ لا أقول لك ولا تملك. لا أملك. لا أملك. أنت اللي جايبني. لا. وأقول لك مش أنا اللي متشكرين. مش أنا المتفق عليك. لا أقول لك. لا 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 أقول لك شكرا. لو ضد إرادة 30/6. يا بيه أنا ما قلتش. أقول لك شكرا. ولا أنا متفق عليك يا أستاذ أحمد. يا أستاذ زميل. أنت ضيفي الكريم. ولكن لما تقول دستور و30/6 أقول لك شكرا. أنا ما قلتش 30/6. أنا بقول لك 30/6 في النص. ما دخلها من هنا عاملة دستور 30/6. مش من حقي. عاملة دستور 2014. حبيب قلبي يا غالي. أيوة. يا استاذي، يا استاذي، يا اعلامي يا محترم، مش المفروض انا ليه حريه راي في انه مثلا ليه حريه راي؟ انا اكمل، ولكن أكمل. هنا في حاجات ما اكمل يا استاذ احمد كلام. اكمل يا استاذ مش احمد مش هسمح بيها يا استاذ، ما تسمحش طبعا، وانا ما ارضاش اسمح لنفسي اهاجم حاجه انا مقتنع بيها. مقتنع ب 30/6 يعني. طبعا. طيب خلاص يبقى اتفضل يا بيه اسمعني. خلاص اتفضل. اعملها بقى، قول بقى اللي انت عايزه. اكمل. أيوة. اكمل. انا الوحيد اللي قلت على الهوا انه لولا غباء النظام السياسي الثاني الجاسوس مرسي. الله ينور عليك. ايوه الله ينور. بس كده فضل.